السلام عليكم عزيزي المشاهد، إن شاء الله يا ربي تكونون بخير وصحة وعافية. عزيزي المشاهد، هاي حلقة إن شاء الله تستفادون من عدها، حسميها حلقة إحياء الخط المسماري وكيف تنقشون الخط المسماري على حجر الكهرب أو أحجار أخرى. أنا اختاريت هاي الأحجار الكهرب اللي أنا مسويها حتى منها أعلمكم وأنطيكم الفكرة، ومنها أيضا إحياء اللغة الأصلية، اللغة اللي اندثرت، اللي بس بقينا نقرأ عليها بالكتب. هذا الخط الجميل الذين كتبوه قبل آلاف السنين مع الأسف يعني من النادر أو تقريبا من شبه المستحيل واحد يقرأه إلا علماء الآثار وبعض المختصين في علم الآثار والتاريخ وبعض الهواة. حنطيكم فكرة بسيطة. السياح يحبون يروحون للبلدان حتى يتمتعون يتونسون، فبالظروف إن شاء الله تكون أحسن وأحسن والظروف تكون مناسبة أن واحد يسوي دعاية على سياحة البلد مالته. يعني مثلا اللغة الفرعونية بدأوا يصوروها وبدأوا يستعملوها كمادة سياحية لجلب السياح. احنا عندنا الخط المسماري من الخطوط الجميلة جدا، يعني إذا حتى نسوي لها دعاية بالصور بالمجلات مثلا، بالبعض الأشياء الهندسية، بعض الأشياء المجوهرات، يعني تلعب دور جدا كبير للسياحة. وهاي الفكرة اللي أنا أعطيكم إياها. أول شيء خلنا نبدأ بهذا. هذا مجرد حجر، خلي عفوا طفي هذا الضوء لأنه مزعج. هذا حجر من الكهرب تم صقله وكتبت عليه اسم الله اسم الجلالة، بعدين نكمل على الأحرف المسمارية. أخواني الأعزاء، حجر الكهرب جدا صقله، جدا سهل صقله، عفوا يعني مو صعب. يعني أول مرة ممكن واحد يفشل، ثاني مرة تكون شوية الصقل مالته مو جيد، إلا أنه تجي مرحلة أنه يتقن الصقل، وهو حجر جدا سهل للصقل. هذا حجر، هذا خاتم ما كان بيفص، فجبت حجر كهرب صقلته. شلون أطعمه بالفضة بهذا الشكل الجميل؟ تجيبون مطور للحفر، وهو ما موجود بجميع الدول. إذا الشخص ما كان عنده هذا المطور ممكن يستعمل إذا كانت عنده فرشة أسنان الكهربائية الصغيرة قديمة، ما عنده ممكن يستعمل أدوات حادة، لكنه يعني حادة دقيقة كإبرة أو مسمار، ويستعمل العدسة حتى يعمل الأخدود. الأخدود يعني الشخص لما يكتب الاسم على الحجر وبعدين يبدي يحفر يسموه أخدود الحفر، فيكتب الاسم اللي هو يريده ويعمل له أخدود. لما يعمل هذا الأخدود الحفر يجيب سلك نحاسي بقطر 0.9 مليمتر، يعني تقريبا 1 مليمتر، ويضغط عليه بكل رقة داخل الاسم اللي هو كتبه. طبعا أكو أسماء ممكن يحتاج الشخص أن يلحمها، يعني هذا اسم الله ممكن أنه تكون قطعة واحدة من الفضة، أو ممكن أنه الشخص يضيف إلى ويلحمها وبعدين يطرقها، فهاي تعتمد على الشخص نفسه إذا كان متمكن. فهذا الحجر صقله والفضة وعملية الزغرفة يعني سويتها ولله الحمد مثل ما تشوفوا. فدا حاول أنطيكم هاي الفكرة، وإن شاء الله ما أطول عليكم لأنه الفكرة جميلة والشخص ممكن يستفاد من عندها. لما تجيبون السلك الفضة وتضغطوه بكل رقة داخل الأخدود، تجيبون صمغ سريع اللصق، والكل تعرفه يا نوعية
سريع اللصق، يعني أقل من 30 ثانية يكون هو يمسك على بعضه. وممكن أثناء الحفر تكون بعض الأخاديد بيها بعض النتوءات، فواحد يفضل أو أنا أفضل أن يستعمل التراب الكهرب، تراب الكهرب يحطه بنفس الأخدود ويضيف الصمغ وينتظر حتى ينشف. وإن شاء الله حتشوفون يعني الفيديو ولو وإن كان قصيرا بعد ما أنتهي من الكلام. فعندما ينشف يقوم بصقله مرة أخرى، بعد أن ينشف الصمغ يقوم عفوا قبل أن يصقله يقوم بطرقه بهدوء حتى الفضة تعطي مساحة أكثر ومساحة أوسع في الأخدود، وعند ذلك يضع الصمغ مرة أخرى وينتظر إلى أن ينشف الصمغ ويكون بصقله ويقوم بصقله وتلميعه، ويكون بهذه النتيجة الجميلة حجر كهرب مطعم باسم الجلالة الله. طيب نيجي على أهم شيء في هذه الحلقة ألا وهو الخط المسماري. أخواني الأعزاء أنا كتبت اسمي بالخط المسماري. الخط المسماري خط جميل لكنه مع الأسف اندثر مثل ما اندثرت حضارتنا الجميلة، لأنه ما تصير عليها دعاية. لو يصير عليها دعاية وليصير عليها حلقات كثيرة وتنحط مثلا يسوون جنط بها علامة كتابة مسمارية، يسوون مثلا ملابس عليها يعني نقوش مسمارية، هاي تعمل دعاية. هذا الخاتم الذي يهيئ للناظر بأنه أنتيكة وقديم، أخوان هذا لا أنتيكة ولا قديم، بس أنا سويته بالطريقة القديمة، والفضة مالته أصلا هو 830، يعني جمعت الأشياء القديمة الفضة قديمة وعملتها وكأنه خاتم قديم. والحجر أنا سقلته، خلي عليك الضوء، وكتبت عليه نقوش مسمارية وما لمعته، حطيته وكأنه قديم وأثري، وكتبت عليه بعض الأدعية، وهي كل حرف تجيبه تجيب اللي تروح على جوجل حتشوف الخطوط المسمارية والأحرف المسمارية الجميلة. والأحرف المسمارية أخوان تبدلت على مدى الحضارات، فالخط المسماري خط جميل جدا، خط جميل جدا. فالرائي يعني المشاهد لما يشوف يقول له هذا وكأنه يعني خاتم أو حجر أثري محطوط على خاتم. لا أخوان، هذا لا يتجاوز عمره، يعني النقش مالته يعني نقشته أقل من 3 سنين، أما الكهرباء قطعة قديمة. طيب وهذا الخاتم أيضا صنعته على الطريقة القديمة، والحجر أيضا صقلته بيدي وطعمته ليس بالفضة، إنما طعمته بسلك من النحاس لا يتجاوز قطر السلك أقل من نصف مليمتر، أقل من نصف مليمتر. طبعا كتبت عليه بالخط المسماري، والخط المسماري الجميل أنه يبدأ من اليسار إلى اليمين، من اليسار إلى اليمين، فيظهر بهذا الشكل الجميل. طبعا أخوان هاي أفكار أنا أعطيكم إياها، أنتوا لو ترجعون على الحلقات القديمة اللي سويتها أني كثير من الأشياء أنطي بيها ملاحظات، حتى الشخص ممكن يستعمل الهواية مالته كمصدر رزق، كمصدر رزق. فهاي أحد الطرق التي يتم نقش الفضة، يتم نقش الفضة على الكهرب أو الكتابة الجميلة المسمارية على الأحجار والكهرب من ضمنهم. هعيدها مرة ثانية، الشخص يكتب الاسم على حجر الكهرب أو أي حجر آخر ويعمل أخدود ويضع السلك ويضع الصمغ وينتظر، وبعد ذلك يطرق طرقا خفيفا، يطرق طرقا خفيفا. إذا كانت بعض الأخاديد بيها نتوءات أو احنا نقول مثلومة أو فيها شرخ، يضع من تراب الكهرب الذي قطع منه الحجر ويضع صمغ مرة أخرى وينتظر، وبعد ذلك يسقله بنفس الطريقة، فيكون المعدن والحجر في نفس المستوى بهذا الشكل الجميل. هاي دا تشوفوها الخطوط، إنما هي خطوط أحرف مسمارية
إنما أحرف مسمارية ومكتوبة الرحيم، اسم من أسماء الله كتبته بالخط المسماري. وهذه أيضا خطوط جميلة، وهذا اسم الجلالة الله. أما هذا الخاتم فلو تشوفوه بهذه الطريقة بهذه الهيئة من على طرف، لو تنتبهون عليه تستعملون ماتكم الإيحاء، وكأنه يظهر وكأنه وجه إنسان، وعلى رأسه يعني شعرا كثيف، وإذا نظرت إليه بهذه الطريقة سوف يكون وكأنه وجه أسد بهذه الطريقة، وهنا لو فعلت بهذه الشكل سوف تكون أفعى. فالشخص ممكن يستعمل يعني الإيحاء يعني الإيماجينيشن مالته، الخيال العلمي مالته، وينقش أشياء جميلة. وهذه الفضة ما هي إلا ملعقة من الفضة إخوان، ملعقة من الفضة، ملعقة من الفضة. ولو أدير الحجر بهذا الشكل سوف يكون هنا، انظروا خط الأول الحرف الألف من كلمة الله. فأني أرجو من الخطاطين العراقيين الخبراء والفنانين العراقيين النحاتين وإلى آخره من هاي المجموعة الفنية الراقية، أنه يعني يعملون للخط المسماري دعاية أكثر لأنها تلعب دور. فإن شاء الله هاي الحلقة استفاديتوا من عدها كيف النقش وكيف الكتابة على حجر الكهرب، وإن شاء الله تتونسون بهاي الحلقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم المهندس حيدر خيري. هنا هسه جمعت الفضة على الحجر بعد المساق له، هذا سويت هنا في التكتيك يسموه التكتيك الحيدري. ان شاء الله بعد ما يستقل ويا الفضة حيطلع الحجر كلش حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا استقلت حجر الكهرب وسويت كلمة الله سبحانه وتعالى جل جلاله. بس اللي سويت بين أني حفرت الحجر وحطت كلمة الله، حطت لها صمغ من هذا القوي، انتظر لمن يجمد حتى بعدين أطرق المعدن حتى يصير نفس القطعة، وبعدين أرد أشر خمرة اللخي حتى يبين قطعة راقية إن شاء الله جيدة وتعجب المشاهد. إن شاء الله يعجبكم.